موضوع حلقتنا النهاردة مناسب جدا لطبيعة برنامجنا. برنامجنا يوم جديد، علشان كل يوم في حياتنا يكون يوم جديد لازم نزرع شجر، لازم نخضر المكان اللي احنا موجودين فيه. دي مبادرة شبابية بعنوان شجرها بالتعاون مع وزارة البيئة وحي المعادي. هنتعرف عليهم اكتر وعلى المبادرة ونشوف بيعملوا ايه في حي المعادي. العقيد طارق اليمني هو رئيس حي المعادي، وهيتكلمنا عن المبادرة الشبابية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها من خلال برنامجنا شباب المعادي بيحاول يشجر المعادي. مرحب بحضرتك يا فندم معايا. اهلا فندم، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن المبادرة، يعني المعادي من اكتر الاحياء اللي موجود فيها شجر وخضرة، بس ما زلنا محتاجين المزيد. ان شاء الله هيبقى فيه المزيد. والله الحقيقة الفكرة ان الشباب جولي من حوالي 3 أيام أو 4 أيام وعملوا مبادرة جميلة ان هم عايزين يزرعوا اشجار مثمرة في المعادي. بالضبط كان يوم الثلاث، احنا نفذنا الفكرة يوم الخميس بسرعة كده. يعني احنا بس مهم ان احنا ناخد القرار. اي مبادرة جميلة وطيبة فيها خضرة وشجر وجنان للمعادي احنا مرحبين بيها في اي وقت. الشباب هو هيزرع الشجر، حضرتك بتحدد له الاماكن ولا هو واخد الموضوع من اوله لاخره؟ لا يا فندم، هو بينسق معانا مع مهندسة الحدايق، لان الشجر حضرتك المثمر ده بيحتاج شمس، بيحتاج اماكن يبقى فيها البيئة اللي هيعيش فيها، فلازم بننسق مع بعض. ما نزرعش شجرة مش في مكانها المناسب ما نستفيدش منها. لا، لازم حضرتك يبقى فيه تنسيق، واحنا اخترنا المكان ده. المكان ده بداية مناسب جدا للشجر المثمر، والحي هو اللي هيشرف على الاعتناء بالاشجار ولا الشباب؟ بالتنسيق مع الشباب. عشان لازم يشوف شجرته بتكبر قدام عينه. طيب احنا عايزين حضرتك تدينا يعني نظرة شاملة كده عن حي المعادي والتشجير واعمال النظافة والانارة والاهتمام بالحي، نظرة صغيرة كده. حضرتك حي المعادي طبعا معروف من الاحياء الراقيه في مصر، وحي المعادي فيه ميزه ان هو الحدائق الخضراء فيه والشجر، ويمكن موجود شجر في المعادي مش هتلاقيه حضرتك في شجر في اي حته تانية. هترجع المعادي ان شاء الله زي زمان، ومعانا طبعا برضو مش هقدر انكر دور جمعيه محبي اشجار المعادي مدام اسماء الحلواجي، الحقيقه بتبذل معانا مجهود خرافي، وفي اتحاد سكان المعادي برضو متولين بعض الامور، زراعه الميادين والحدائق والاهتمام بيها. لا، المعادي ان شاء الله يعني انا يعني بوعد ان شاء الله هترجع احسن من الاول، ويمكن يعني على الاقل على قد الفتره اللي موجود فيها نجملها اكتر واكتر ونحافظ على الشجر اللي موجود فيها. المهندسة أمل صادق مدير حدائق المعادي، يعني هي متخصصة في أساس موضوع حلقتنا النهاردة. إحنا بنتكلم عن تشجير المعادي بالأشجار المثمرة. عايزة حضرتك يا فندم تكلمينا عن الأشجار المثمرة وإزاي بيتم اختيار الأماكن اللي هتتزرع فيها، والشباب ومبادرتهم عايزين كل حاجة. إحنا في مجموعة من الشباب قاموا بمبادرة اسمها شجرها، ابتدوا يتوجهوا لينا كحي ان احنا نختار لهم الاماكن المناسبة للزراعة، النوعيات اللي ممكن نزرعها. ساعدناهم في كل الكلام ده كله، بس التمويل كان منهم، واخترنا لهم الاماكن اللي الى حد ما هتبقى نحافظ فيها على الشجرة بعيدة عن الرجل، هتتصام مية، تسميد بعد كده بنرعيها طبعا احنا. فاخترنا بعض الاماكن اللي لحد ما اللي بدينا بيها دلوقتي، زرعنا بيها مجموعة حلوة،
وإن شاء الله هنكمل في كل المناطق اللي في المعادي وغيرها بإذن الله، هنكمل زراعة الأشجار المثمرة لأنها أكيد فيما بعد يعني هتبقى حاجة كويسة جدا. والهدف من الحملة كلها زراعة حوالي 1,000,000 شجرة مثمرة. 1,000,000 شجرة مثمرة في حي المعادي بس ولا هتخشوا على البساتين والأحياء المجاورة؟ لا لا طبعا التعاون مع الأحياء المجاورة، بس احنا بنبتدي هنا بحي المعادي على أساس احنا ممكن اللي هنحطه إلى حد ما ممكن يعني يصان إلى حد ما إنها بعيد عن الرجل اللي ممكن تكسر وتقطع. ومدينة حيوية ومكشوفة مش في الأماكن ضلمة أو بعيدة؟ لا طبعا، وطبعا لازم زراعتها في أماكن مشمسة، في أماكن نهوية كويسة، في أماكن هتاخد مياه كويس. دي كلها المناطق اللي احنا بنحاول نخضر فيها ونشجر فيها، وبإذن الله هنتجه للكورنيش المرحلة اللي جاية بعد كده، هناخد كورنيش المعادي كله بإذن الله، سواء الجزيرة في النص أو على الجانبين. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بإذن الله هنبتدي نتوجه لها إن شاء الله بإذن الله. نوعية الأشجار المثمرة، أنواع الفاكهة اللي تم اختيارها لزراعتها في حي المعادي، يعني حضرتك كان ليكي دور ولا الشباب ولا بالتنسيق ما بينكم؟ لا كان بالتنسيق ما بيننا طبعا في اختيارنا للأنواع والأصناف، وإلى حد ما بعد كده برضو كل الأصناف اللي هنختارها اللي ممكن تتحمل جونا برضو وما تحتاجش مننا يعني مجهود. مش مجهود بس ما يعني ما تبقاش مطمع للناس انها ممكن حتى تزيلها او تشدها او تقطعها، مش مانجا يعني مجرد ما الزهره تظهر يعني. فالى حد ما ان شاء الله باذن الله ناويين نعممها في الكورنيش كله، في الجزيره الوسطانيه وفي الجانبين بتوع الكورنيش. كورنيش المعادي زي ما حضرتك عارفه انه مسافه طويله جدا، اكيد لما هيتم توحيد النوعيات هناك فيها هيبقى شكله حلو قوي وهيبقى اجمل اكيد ان شاء الله. التنسيق مع الشباب، عايزه حضرتك تكلميني عن الشباب وفكرهم وانهم حريصين على انهم يهتموا بالحي اللي هم موجودين فيه. حقيقه هم مجموعه شباب حلو قوي، حابين ان هم يعملوا حاجه حلوه لبلدهم، حاجه تفيد الناس فيما بعد، مش حتى مش دلوقتي. فدي كلها كانت فكرتهم وكانت التموين منهم برضو، وانا مبسوطة بيهم وسعيدة بيهم، واحنا كلنا بنساندهم. وحتى البيئة برضو بإذن الله ناوي تمولهم بالأشجار اللي ممكن برضو متاحة عندهم او اللي هم ممكن يمولونا بيها ماليا، ان احنا نشتريها من بره ونزرعها. والسيد الوزير البيئة كان موجود معانا وزرع مجموعة من الأشجار دي كلها ومبارك الفكرة جدا وموافق عليها. واحنا طبعا كحي ساندين الموضوع كله انه يتعمم في كل الاحياء مش بس في المعادي. مهندس عمر الديب هو صاحب المبادرة أو صاحب الفكرة بتاعة شجرها، هو هيكلمنا عن المبادرة وعلاقتها بشغله أو مجال عمله، وكمان بدأ يتواصل إزاي مع الحي ووصلنا لأننا موجودين على الأرض في حي المعادي وموجود فعلا الشجر بدأ يتزرع. باشمهندس عمر رئيس الحي قال إنه في 3 أيام سمع الفكرة ونفذها، الفكرة بقى اتولدت إمتى؟ الفكره اتولدت يوم 17 ابريل بالظبط، 17 ابريل اللي فات ده بالظبط، يعني من شهرين ونص، بنتكلم في حوالي شهرين ونص. ورئيس الحي الحمد لله سياده العقيد طارق اول ما سمع الفكره يوم الثلاث قال لنا خلاص، يعني قلت له لو ينفع ننفذها يوم الخميس يكون كويس قوي، هو يوم 30/6 ويوم اجازه. فالحمد لله كان في تعاون مثمر جدا، والحمد لله برضو وزاره البيئه كان عندها خبر بالموضوع، وسيادة الوزير دكتور خالد فهمي فاجئنا ان هو جاي وقطع الاجتماع بتاعه عشان يحضر حاجة زي كده. نحن زرعنا 65 شجرة مثمرة يوم الخميس، وكلهم يعني ساهموا معانا، زرعوا معانا الشجر بايديهم، يعني مش احنا بس، يعني كلنا كنا حاجة، يعني ايد واحدة كلنا. طيب من 17 ابريل لغايه 30/6 لما بداتوا تزرعوا، الفكره كانت خلاص يعني تبلورت وانتوا عارفين عايزين تعملوا ايه؟ كنتوا فين بقى شهرين ونص بتشتروا شجر بتجمعوا نفسكم؟ لا شهرين ونص احنا طبعا زرعنا، كان البدايه من العبور، مدينه العبور. عملت حمله توعيه،
للجماعه هناك، الناس على صفحه شجرها. الحمد لله لقيت استجابه كويسه جدا. يعني في احد الاشخاص مثلا على سبيل المثال زرع 45 شجره مثمره قدام بيته، والموضوع ده اتكرر مع كذا حد. هو اشتراهم وزرعهم؟ اه اشتراهم. هو الهدف من وضع الشجره مش احنا اللي بنزرع، يعني مش احنا اللي بنجيب مثلا الشجر، عشان احنا لسه بدايه في الاول وكشباب، وانا طبعا يعني لسه في الاول. فلا انا هدفي ان كل واحد يزرع الشجره دي بنفسه. الفكره هي الفكره تنتشر. الفكره فالحمد لله هي لقت استجابه كويسه قوي من الناس في العبور، وسيدات طبعا زرعوا، وفي اطفال زرعوا ووروني، يعني بعتوا الصور بتاعتهم ونزلتها على الصفحه، والناس كلها كانت مبسوطه. حتى كمان الجرايد شافت حاجه زي كده، يعني لقت استجابه كويسه جدا الحمد لله. تمام، يعني انت هدفك الوعي باهميه الخضره، سواء كانت الاشجار المثمره او الشجر بشكل عام. حضرتك من حي المعادي ولا ايه علاقتك بالعبور؟ لا انا من سكان مدينه العبور. تمام. وهدفي مش مدينه العبور بس، يعني انا هدفي كل مدينه في مصر وكل قريه يبقى فيها موضوع شجر المثمر، يعني بحيث ان الناس اي حد ماشي في الشارع ياكل الحاجه المثمره دي. لان احنا طبعا زي ما حضرتك عارفه معظم الشجر الموجود في مصر او في الشوارع شجر فيكس او شجر الزينه، واحنا في مصر ما عندناش رفاهيه ان احنا نزرع شجر زينه واحنا عندنا نقص في المياه والموارد المتاحه. لا احنا عايزين نستغل كل نقطه ميه، احنا نزرع حاجه مثمره تفيد الناس، بالذات الناس اللي هي ايه الغلابه. مدام ليلى ابراهيم هي ربة منزل ومن المشاركات في مبادرة شجرها. هنعرف الأول منها هي إزاي سمعت عن المبادرة وبدأت تشترك فيها فعلا. برحب بحضرتك معانا وعايزين نعرف عرفتي عن مبادرة شجرها إزاي. هو احنا في العبور عندنا ايفنت ماشي، فانا سمعت ان المجموعه اللي معايا ان في حاجه اسمها شجرها، ويلا يا جماعه نروح ونزرع مع بعضينا، عشان كنا عايزين نفسنا نخضر العبور او نفسنا الاشجار المثمره دي تبقى متوفره موجوده عندنا في العبور، بحيث ان في كل بيت مثلا شجره الليمون، شجره الزيتون، اي شجر فاكهه او اي شجر من الاستعمال الخفيف اللي الانسان بيحتاجه كل يوم، زي شجر الليمون مثلا، زي الريحان، زي النعناع، او حتى الخضره الصغيره. احنا بدانا كمان نزرع في الحاجات الصغيره الازايز ان احنا كمان نستغلها، فانا سمعت عنها كده فانا حبيتها، فبدانا فعلا عملنا عندنا مره واتنين في العبور ايفنت للناس اللي حوالينا. وحتى انا بفكر اعمل عندي برضو في البيت، انا عندي جنينه اوريدي بس عايزه ازودها بالاشجار المثمره الجميله ديت، يعني ونفسي العبور كلها كل بيت اي حد عنده اي حيز بساحه خضراء، بدل ما نزرع مثلا يعني الشجر الاخضر حلو، بس لو كان شجر اخضر ومعاه مثمر هيبقى جميل جدا. ولو مصر كلها بقت فيها الشجر المثمر ده هيبقى حلو جدا، لان هيبقى اسعار الفاكهه تنزل، اسعار الخضار تنزل، لان كده كده الفاكهه قدامك متوفره في البيت. حتى ممكن نزرع كمان شجر العنب، اي شجر ممكن نزرعه، التوت، لان التوت برضو بيقول ان هو مفيد لامراض وحاجات كويسه. فجميع الشجر المثمر ما شاء الله جميل، فلو نفذت في كل انحاء العبور او في كل انحاء مصر كلها هتبقى مصر جميله. ومصر عندها مساحات شاسعه جدا حتى على الطريق الصحراوي، يعني احنا ممكن نستغل المساحات اللي في النص اللي بين الرصيفين ديت ان احنا نزرعها خضره او نزرعها. حضرتك من العبور وبداتوا المبادره في العبور، لكن النهارده حضرتك موجوده في حي المعادي. أيوة. عشان نشر الفكره. ايوه احنا نفسنا الفكره تنتشر في كل مصر، في كل محافظه، في كل حي، في كل منطقه، في كل بيت. لو كل بيت زرع عنده شجرتين مش هيحتاج ان هو يعني يطلع بره، دلوقتي هتلاقي الخضره بقت منظرها جميله مع البيوت، ما بدل ما تبقى كلها حجاره حجاره حجاره، لا لو كل بيت زرع له شجرتين ثلاثه كده هتبقى منظر جميل. الشجر ده بياخد وقت عبال ما يثمر، ولا يعني حضرتك بتتكلمي عن شجر التوت، بيتهيألي شجر التوت بيحتاج سنين كتير، لكن الليمون مش كده. ما احنا بنبدا، ما احنا لما بدانا بشجره شجره ومع الوقت هنبص لقينا كده كده الوقت بيعدي بسرعه، مع الوقت هنبص لقينا الشجره كبرت. وفي شجر، لو في شجر التوت بيطلع بسرعه، انواع من التوت بتطلع بسرعه، زي انواع الليمون برضه في انواع بتطلع بسرعه، انواع بتطلع زي المانجا، في مانجا بتطلع بعد سنتين ومانجا بتطلع بعد سنه. فاحنا نفسنا المهم الفكره، الفكره الخضره، الفكره المهم احنا اللي نجري نجني الثمار، لكن يعني المهم الفكره تبقى اه يعني احنا ممكن احنا بنعملها لاولادنا، اي حد بيزرع لاولاده وبيزرع للي حواليه، يعني بيبقى نفسه كل الانسان. يعني انا نفسي لما بزرع مش ليا لوحدي، لان انا اكيد مش هاكل من كل الشجره دي كلها لوحدي. اه فانا بيبقى نفسي كل اللي حواليا يعني يستمتع بالفكره ويستفيد منها.
معانا دلوقتي مؤمن ومحمد. مؤمن ضيف على حي المعادي من العبور، لكن محمد من حي المعادي. هنشوف ايه الاشتراك اللي حصل ما بينهم علشان نوصل لان المعادي يبدا يبقى فيها شجر مثمر. مؤمن قول لي الحكايه بدات ازاي وجيت من العبور للمعادي وتواصلت مع محمد والفريق بتاعه ازاي؟ هو احنا في اول الموضوع حاولنا نشجر، نبدا مبادره شجرها في العبور، كنا متمكنين فيها شويه وبنحاول نفرد المستوى، يعني ننتشر على اعلى مستوى، لحد ما لقينا فريق معادي سايكل عايز يتعاون معانا وننزل نشجر هنا ويجوا يساعدونا بنفسهم. فقلنا تمام، نزلنا معاهم وجبنا الشجر، وطبعا كله مجهود ذاتي يعني على حسابنا، مفيش اي ممول بالظبط، احنا الممولين. وهم كشباب المعادي نزلوا لان هي منطقتهم، فكان لازم ان هم يعملوا حاجه زي كده ويزرعوا لان الشجر ده يبقى مثمر ليهم، هم اللي هياكلوا، هم اللي يستفادوا. احنا الحمد لله بننشر الفكره وهم ما شاء الله استجابوا، فعشان كده نزلنا معهم بسرعه، اسرع ناس استجابت احنا ونفذنا معهم على طول. يعني انتوا عندكم الفكره والمبادره وبتدوروا على الناس اللي هتساعدكم في انها تنتشر ومش هيبقى في معوقات، عايزين تشتغلوا على طول، عشان كده جيتوا المعادي لانكم لقيتوا شباب عنده استعداد. بالظبط، احنا كنا بندور على حد ايجابي ينفذ الفكره بمجهوده، لان احنا مش هننزل في كل مكان ونعمل، احنا بننشر الفكره ونساعد، انما المفروض ان كل منطقه تقوم على الاكتفاء الذاتي بتاعها باهلها. يعني كل منطقه مثلا كل مربع زرع فيه في وشه كذا عماره او كذا بيت، بيجمعوا مع بعض وبينزلوا. بالظبط، واحنا ممكن نساعدهم، نوجههم، نقول لهم كذا صح كذا غلط، توجيه بس، انما مش قايمين بكل حاجه من بابا، يعني احنا بس توجيه بس. وفي نفس الوقت انتوا مش عايزين فلوس، انتوا حتى بتقولوا لهم اشتروا الشجر وتعالوا زرعوا. بالظبط، يعني هي عشان اكتر حاجه يبقى فيه مصداقيه ان لازم فعلا تبقى الحاجه مجانيه في مصر. محمد، عرفت بالمبادره بتاعت شجرها ازاي؟ والله احنا كفريق معادي سايكلينج تيم عرفنا المبادره عن طريق فيسبوك، واحنا دايما كفريق كمعادي سايكلينج تيم دايما بنحاول ان احنا ما نخليش دورنا مقتصر بس على عجل اللي هو كرياضه بس، بنحاول نخلي الفريق اللي دور في الاعمال الخيريه وتنميه المجتمع والكلام ده كله، وهو مش اول عمل خيري نشارك فيه. فمجرد ان عرفنا بالمبادره فقلنا على طول اتحركنا ونظمنا نفسنا ونزلنا معاهم الحمد لله. محمد زكريا هو مساعد مهندس الحدائق بحي المعادي، هو هيقول لنا ازاي ممكن ان احنا نزرع شجره، لان هو اللي كان بيساعد الشباب في انهم يزرعوا الشجر المثمر في ميادين المعادي. برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا. اسعار الشجر المثمر غاليه ولا مش غاليه؟ لا يا فندم، هي لو بتبدا من الاساس ترقيد وعقل، في بعض النباتات بتحتاج تطعيم، وفي بعض النباتات بتبقى بذره، وفي بعض النباتات بتحتاج عقله. يعني بتتراوح السعر بتاعها ما بين العالي والمتوسط على حساب الشغل بتاعها يا فندم، يعني اللي هي العقله ديت وترقيد وتطعيم بياخد وقت وجهد شويه. فده بياخد وقت شويه من المزارع، فبيعمل ايه، بيعمل معاه مبلغ شويه وقت شويه. لكن الهدف ان احنا نشجر المعادي بشجار مثمره. حضرتك معاك نموذج، يعني هي مش شجره لكنها نموذج، عشان نشرح ازاي ممكن نزرع الشجر دي. حضرتك شجرة المفروض ان هي عود مانجا، فهو حضرتك احنا المفروض بنفحت على بعد حوالي بتاع من 20 سنتي ل 25 سنتي في الارض، وما يكونش فيه طوب من تحت ولا حاجة، ونكون بين الشجرة والشجرة ما يقلش عن 5 متر عشان الشجرة تاخد مجالها وتقدر تاخد راحتها وهي ماشية، الجدر بتاعها وهي ما تعوقش حاجة تاني، يعني بين الشجرة والشجرة عشان مش نزرعش الشجرة نضر حاجة تانية، يبقى نقدر ان احنا نزرع حاجه وننفع حاجه تانية، وفي نفس الوقت نزرع المكان اللي هو يكون مناسب. المناسب هو اساس يكون بعيد عن الطريق شويه وبعيد عن العفره وبعيد عن الطريق، وفي نفس الوقت يقدر ان كل واحد يستفاد بيها. طب والخشبه دي بنعمل بيها ايه؟ دي حضرتك العود فيه بعد عيدان زي ما حضرتك شايفه كده بتبقى فيها ميل. وهو صغير العود بقدر ان انا احطه كده وبحط الشجره عليها وبربطه من فوق ومن تحت عشان يقدر يتسلق عليها وتطلع مظبوطه من تحت من صغرها. تطلع من فوق مظبوطه، ولما تطلع فوق يبقى صلبها جامد من تحت. خلص.
خلصت حلقتنا. يا ريت الشباب اللي كانوا موجودين معانا النهارده ينفذوا احلامهم ويكونوا منتشرين في كل احياء محافظه القاهره مستقبلا ان شاء الله في كل جمهوريه مصر العربيه، عشان نشوف الاشجار المثمره في كل مكان. الفقير يقدر يحصل على الفاكهه والخضار اللي هو محتاجها من غير ما يدفع فلوس، مجرد ان هو يقطفها من على الشجره. هتكون صحيه ومفيده وكمان مش مكلفه. استنونا بكره وحلقه جديده، ودايما يوم جديد. Thank you.